مسرح الجامعة على وشك الإنجاز، بناية رئاسة الجامعة بالكامل، أربع طوابق يعني من سطح البناية إلى سردابها بالكامل، أقسام جديدة انفتحت. نعم، استحدثت كبنايات مثل هندسة الاتصالات، يعني سوينا حقيقة ثورة داخل الجامعة إلى أن استحصلنا بناية يعني أنه ننشئها كقسم علمي، لأن كانوا يشغلون حقيقة في بناية ثانوية. هذه البناية الثانوية بمعاونة يعني كل أقسام الجامعة، دعمهم المالي والمعنوي، صارت مركزياً بحثياً على مستوى يعني الجامعة التكنولوجية وعلى مستوى الجامعات العراقية. كثير من المفاصل عدنا عدي مشروع أساسي اللي هو إحياء تراث الجامعة. واحد من أهم الأشياء اللي أنا حالياً يعني حقيقة رايح بي بمستوى كلش عالي هو نصب الجامعة، إذا لاحظتوا اللي هو من المكتبة المركزية مال الجامعة، اللي هو مشابه كثيراً إلى نصب الحرية. شو الهدف من عنده وجوده هنا؟ هذا يحكي تاريخ الجامعة التكنولوجية من نشأتها إلى قيامها على رجليها مثل ما نقول، أو وقوفها على رجليها عفواً. لذلك كان للأسف مهمل أثناء أحداث الحرب الأخيرة، يعني أقولها بامتعاض وبحسرة، سرقت منا بعض القطع اللي هي جدا ثمينة مصنوعة من مادة البرونز، وما نعرف تصميمها يعني كيف كانت، يعني شلون كانت محطوطة ما عرفناها. صار عندنا تواصل مع واحد من الأشخاص اللي عدوا هذا النصب، وهذا النصب طلع معد في هاي، طبعا ما كان أحد يعرفها، معد في ورش الجامعة، يعني شلون إنتاج داخل الجامعة للجامعة. لذلك أخذ حيز واسع كثير من تفكيري وشغلي إلى أن استحصلنا التصميم الأساسي لهذه القطع المفقودة، وعدنا تصميمها بالكامل، وعدنا إنتاجها بالكامل داخل الجامعة، والآن هو على يعني قاب قوسين أو أدنى إن شاء الله من الافتتاح، سيكون افتتاح لم يشهد له مثيل.